بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله مع أخوكم أشرف غنيم هنتعلم درس جديد وهو الـ Course Section Sheet. هنبدأ بعون الله عز وجل. هنا عندي طريق عامل الكوريدور، وطبعا ده السيرفيس. إيه السيرفيس بتاعه؟ ممكن إيه؟ ممكن نخفيه. هنا الطريق عندي وده الكوريدور وده الناشرال ايه الناشرال جراوند، ممكن اخفي اخفاء مؤقت. هاد اوبجكت ادي الايه الطريق بتاعي وادي البروفايل وادي الايه المقاطع العرضيه. طيب قبل اول ما نبدا لابد ان احنا نشوف هنا السكيل بتاعنا كام. السكيل بتاعنا 1 إلى 1000. هنا انا عملت الكروس سيكشن بالطريقه ديت اللي هي سيكشن، وعملت ادي كرييت مالتيبل سيكشن، وخدت هنا طريقه الايه الدرافت. مع طريقه الدرافت بيديني ايه؟ لو جيت ضغطت هنا هلاقيه مديني الايه، مديني الابعاد ديت، مديني 37.5 ما بين الايه ما بين السيكشن والسيكشن، طولي وايه وعرضي. طيب لو جيت قفلت الكلام ده، طبعا هو رسم لي الايه الكروس سيكشن بناء على الايه على الابعاد دي. لو عايز اعدل الابعاد ديت بعدلها منين؟ من سيتنج، واروح هنا سيكشن فيو واضغط هنا واروح جروب بلوت ستايل واجي على بيزك واجي اقول له ايه اديت، وادي الايه نفس الارقام اهيت. لو عايز اخليها مثلا 5 و5 وقلت له اوكي، قربهم لي من بعض بالشكل اللي احنا ايه بالشكل اللي احنا شايفينه. طيب عايزين نعمل ايه تاني؟ عايز اعمل الكلام ده شيتات هنا، وعايز اعمل شيتات A3 ومع كل واحدة 2 كروس سكشن من الايه من السكاشن ديت. في البداية انا عايز احسب السكيل يكون كام الى كام. طيب الورقة اللي عندي الـ A3 بتكون عرضها 42 سنتي. طيب السكشن ده عرضه كام؟ اقيس من بداية السكشن الى اخره ديستانس، هلاقي من هنا الى هنا اهي مديني تقريبا كام؟ 77.8، نقول ايه 78 متر. ادي هنا افتح ديت اقول له 78 متر، هقول له 42 سنتي 0 بوينت كده بالشكل ده على 78 متر، ولا 78 اسف. ادي ايه ديليت، ادي 78 متر على، طيب اسكيب، ادي 78 متر على 42 سنتي، يبقى 1 الى ايه الى 185. يبقى انا هعمل سكيل 1 إلى 200 دي في البداية. طيب عشان اعمل اعدادات الورقة 1 الى 200 يبقى لازم اغير الكلام ده، اخليه 1 الى ايه 1 إلى 200. لما اخلي 1 إلى 200 هلاقي الكلام ده ايه صغر معايا، يبقى انا لازم اعدل الايه، لازم اعدل الكتابات بتاعتي. اعدلها ازاي؟ طيب من 1 إلى 200 الى 1 إلى 1000 عايز تعدل 5 مرات. يبقى انا هضغط هنا جروب تاني كليك يمين وسكشن فيو جروب بروبرتيز، واضغط اشوف هنا البندات بتاعتي. طيب البندات بتاعتي هنا عايز اعدلها، عايز اكبر الايه الخط. انا حاطط الايه الاعدادات كلها وعاملها بريك جريد، وفي الاولى دي اعداداتي انا، هضغط هنا وهضغط هنا هلاقي كلها في البريك ايه في البريك جريد. لما اجي اضغط دي 3.5، 3.5 في 5 بكام؟ هضرب كله في 5، اقول 3.5 في 5، لان احنا ايه صغرنا 5 مرات من 1 الى 1000 الى 1 ايه الى 1 إلى 200. طيب ده تديني كام؟ يبقى 17.5. يمكن اعمل ديت كام؟ ادي 17.5. طيب 15 في 5 بكام؟ تاني ادي 15 في 5 75، يبقى ديت كام؟ 5 75. طيب هنا الكتابات اللي داخل اللي في الداخل ديت بدل ما هي 7
اخليها 3 وكام، 3.5، تكبر تبقى بالايه، بالشكل ده. هقول له اوكي. انا كل ده بكبر في الكتابات من هنا، بدل ما هي بوينت نص اخليها ايه، 2.5، تكبر بالشكل ده. طيب ناقص 23، لازم تكبر التانية 5 مرات. ناقص 23 اخليها كام، اضغط هنا، ادي 23 في 5، الاقي 16. يبقى ديت كام، ناقص 16. هل الشكل يظبط معايا؟ اقول له اوكي اوكي اوكي. طيب مقاس الايه، مقاس الفريم، احنا قلنا مقاس الفريم كام هنا، 17.5 في 75. طيب المقاس ده هيكون من ايه هنا برضو، مقاس الفريم دي 17.5 في 75. انا عندي الفريم مش حاطط حاجه، انا في الايه، في الفريم الثاني، الفريم الاولاني اللي فيه الكتابات كلها، بس مجرد ان اعمل دي كده واخش هنا الايه، التكست بتاع التايتل اخليه كام، قلنا ده 3.5. اوكي اوكي اوكي. هنا نفس الايه، نفس الموضوع، هنا 17.5 في 75، وهنا ديت كام، 3.5. اوكي 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 اوكي. هنا تعدلت معايا الايه، التكست اللي انا عايز ايه. طبعا كل واحد هيعدلها بالاعدادات ايه بتاعته، وطبعا الايه دي كانت بوينت 2، ممكن تضربها بخمسة تبقى 1، فممكن كل واحد يعملها ايه مع نفسه. المهم ان السكشن ظهرت عندي مع السكيل 1 الى 200 بقت صورتها ايه، طبيعيه، عشان اقدر ايه اطبعها بشكل واضح. ماشي تمام. يبقى اذا دلوقتي عايزين نعمل بلوت للايه، للسكشنز. نعمل بلوت ازاي؟ هعمل سكشنز عادي، واعمل هنا، هعمل هنا كرييت مالتيبل سكشن. واحنا كنا كل مره بنضغط على درافت، المره دي مش هنضغط على ايه، على درافت. طيب قبل ما اعمل بلوت للسكشنز، معلش بقى احنا ايه، ناقصنا خطوه، عايزين نعمل الايه، التمبليت. طب التمبليت بتاعتها يعني عايزين نعمل تمبليت A3. طب هعمل التمبليت A3 ازاي؟ هضغط هنا نيو، ومن نيو هاخد الايه، دايما التمبليت اللي باخده والمتريك بتاعي، الاوبن. عملت لوحه جديده خالص ما فيهاش اي حاجه، هاجي هنا على اللي اوت بتاعي، وعايز اعمل تمبليت 1 الى 200. 1 الى 200 ده هيكون بتاع اللي اوت. انا دلوقتي هعمل مرحلتين، المرحله الاولى ان انا هطبع على الموديل 1 الى 200، وظبطت الموديل على 1 الى 200، وظبطت التكست بتاع الموديل 1 الى 200. انا دلوقتي عايز اظبط اللي اوت، عشان اجي اطبع هيقول لي فين ايه، فين مقاس اللي اوت، مقاس اللي اوت اللي هو انا ايه، اللي انا بعمله دلوقتي. هحذف الايه، الفيو بورت بتاعي اللي هو موجود اساسا، وهغير مقاس الورقه. اول حاجه اقول له ايه، رينيم، واكتب اسمها، اعمل كابس لوك واقول له A3 1 الى 200، ولغرض ايه، كروس سيكشن بالشكل كده. غيرت اسمها. طب الفريم فين؟ اهي الفريم عندي اهي، هاخد الفريم ده كوبي وسبيس بوينت من هنا، واحطها فين، عند الدروينج الجديده هنا كده، بيست. ماشي، حطيتها هنا بالشكل ده عند نهايه الخط الابيض. طيب اظن ان احنا خدنا حاجه غلط، همسحها، اروح الفريم تاني، نادي اكس ريف، هكتب ايه، اكس اوبن، عشان يفتح لي ليه الاكس ريف بتاعها. فتح لي ليه دي الانتيتيز الاصليه اللي هي بتاعت الاكس ريف، ما ينفعش اخد بتاعت الاكس ريف واحطها عندي هناك. هنا كوبي وسبيس بوينت كده، بقى الشغل تمام. عند اللوحه الجديده بتاعتي واحطها ايه، بيست. بقى الفريم بالشكل اللي احنا ايه، اللي احنا شايفينه.
وطبعا ايه ممكن تكون بعض الكتابات ما جاتش، بس مش مشكلة مش مشكلة بعد كده يعني. هقول اس سي عشان اعمل سكيل، اروح معلم على كله، اروح هنا البيس بوينت واروح دايس ار، ار ريفرنس يعني انتر، عشان خاطر ايه اخد نقطتين اقدر اصغر بيهم، اخد النقطة دي والنقطة التانية ماشي. هضغط دي عشان ايه اقدر انزل براحتي، شايفين هنا بالشكل ده خلاص عندي بقى الايه بقى الفريم بتاعي ممتاز 100%. هنا الكتاب اللي هنا ايه اللي هنا ما جاتش، ما كانش فيه هنا اصلا كتابة. طيب تمام، لا شوف الفريم كده، اسف ايوه الكتابة ديت عايز بس تاخد كوبي بيست، ادي كوبي وسبيس بوينت كده، واروح اديها عندي هنا نتيجة طبعا كبيرة، كان المفروض نحطها الاول اهيت اس سي زيرو بوينت فايف موف بالشكل ده اس سي 0.5 تاني اس سي ضيعت وقتنا 1.2 0.95 ماشي تمام. خلاص بقت الكتابة عندي وبقى عندي الفريم ايه الفريم بقى عندي كامل. طيب هضغط هنا فيو بورت، اضيف لها فيو بورت هنا فيو فيو بورت نيو فيو بورت اوكي، هاخد من هنا وشغل اوبجكت سناب من هنا الى هنا، حطيت انا الايه الفيو بورت بتاعي. طب الفيو بورت بتاعي انا هاخده خط ايه اعمله بالشكل ده، دخلته جوه، دخلنا الفيو بورت الداخل عشان نقدر نتعامل معاه بالشكل ده. طيب تمام، اضغط سكيل اسكيب. انا عايز احدد مقياس الرسم بتاعي، طب مقياس الرسم بتاعي 1000 1 الى ايه 1 الى 200، كليك يمين بروبرتيز هنا بدل ما 1 ل 1000 هخليها 1 الى ايه 1 الى 200 ماشي تمام. بعد ما 1 ل 5 يعني ايه؟ يعني 1000 على ال 200، لان احنا عندنا مقاس الايه الورقه بالايه مقاس الورقه بالملي. طيب مقاس الورقه ظبطناه ولا لسه؟ طيب هنا هنقول له يس عشان اقفل السكيل، وهنا هضغط هنا واختار ايه سيكشن، يعني الايه الشكل اللي عندي ده سيكشن، بس لسه مقاس الورقه يعني زي ايه زي الاول. لو جينا قسنا ديستنس المفروض تكون 420، شايفين هنا هتديني كام 294 يعني ورقه اي 4 مش كده؟ 295. طيب احولها لاس 3 ازاي؟ هنعمل سكيل تاني، كان المفروض عملنا الاول كده لكن مش مشكله. هقول هنا ايه؟ بيج سيت اب مانجر، وادي الورقه اللي انا عملتها، هقول موديفاي، ومن هنا اختار الايه؟ ايزو اي 3. فين ايزو اي 3؟ دي ايزو اي 3 420 بالعرض والطول 297، اقول له اوكي كلوز، هلاقي مقاس الورقه كبر لان كان مقاسها اي 4، بقى دلوقتي مقاسها ايه؟ مقاسها اي 3. طيب هعمل موف هنا، اظبط الكورنر تحت كده بالشكل ده، واعمل سكيل تاني. احنا عملناها مرتين، اضغط هنا واضغط ريفرنس عشان اخد التانيه، لما اضغط ريفرنس اخد النقطة الأساسية تاني برضو، واخد النقطة اللي أنا هعمل ستريتش بيها بالشكل ده، أصبح مقاس الورق عندي إيه؟ A3 والسكيل 1 إلى 200، شايفين دي؟ هاجي أعمل كده بروبرتيز هلاقي إيه؟ 1 إلى إيه؟ إلى 200، وخمسة يعني 1000 على الإيه؟ على الـ 200، 1000 لأن إيه؟ الـ 1000 واحد، إحنا شغالين الموديل بالمتر وشغالين
ده بالملي. ليه؟ لان اصلا البرنامج بيتيح ليا الفريم بالايه بالملي، ولو جيت صغرت هلاقي هواجه مشكله في الكتابات وهتاخد مني مجهود كبير، فانا بشتغلها بالملي مفيش مشاكل عندي. ماشي، يبقى 1000 على 200 يبقى 5، ممكن اكتب هنا 5 واكتب هنا 1 الى ايه 1 الى 200. طيب ماشي، هقفل الكلام ده بقى عندي الفريم. طيب هنا كتابات البرنامج بيتعامل مع بلوك، ما بيتعاملش مع ايه مع انتيتي. يبقى نعمل ايه، هعمل بلوك بي واروح جاي اكتب ايه، اكتب اسم البلوك، اكتب ايه، انا عامل هنا كده رينيم والكنترول سي، واروح جاي هنا عامل البلوك بي انتر، كليك يمين بيست، وادي هنا هاخد الايه البلوكه، لكن هعمل استثناء للايه شيفت، واروح معلم على الايه على الفيو بورت، عشان كده انا دخلت الفيو بورت الايه للداخل، والو انتر، اختار الايه العناصر بتاعتي. طيب النقطه في نص الايه نص الفريم تقريبا، مش هتفرق بقى لو شويه هنا شويه هنا، اقول اوكي. هلاقي ده بقى عندي ايه، بقى عندي بلوك، وده مش داخل ايه مش داخل فيه، والسكيل بتاعي 1 الى 200، ومقاس الورقه A3. طيب اقول له زوم اكستند، ماشي كده ايه الورقه جاهزه على اني احفظها، فايل سيف اس، احفظها انا عندي على الايه على الامتداد بتاعي، ادي دورات، وادي الدوره بتاعتي فين اهي هنا، ادي كروس سيكشن الكلام بتاعنا، هحفظ هنا ايه، هقول له ايه، هقول له هنا A3، اكتب كده، هحفظه اوتوكاد الاول، وبعدين هحفظه ايه 1 الى 200 كروس سيكشن، تمام كروس، تمام. يبقى نعمل ايه، هقول له سيف، حفظتها الاول اوتوكاد عشان تكون مرجع ليا، واحفظها تاني سيف اس، هنا احفظها بصيغه دي دبليو تي اللي هو التمبلت اللي احنا ايه اللي احنا عايزينه. هروح برضو على الامتداد بتاعي على الاف، سكشن عندي تمبلت كنت واخده جاهز من برنامج، لكن احنا هنا ايه نفس التمبلت، ادي نفس الاسم اهوت، اقول له سيف، ها حط نفس الاسم اهو، اوكي اتحفظ عندي التمبلت، خلاص ملوش لازمه عندي هنا. ارجع بقى للوحه بتاعتي تاني مره، طبعا الفريم خلاص مش عايزه، وده خلاص اقول له مش عايز احفظ حاجه. ارجع للايه، احنا هنا عملنا ايه، عملنا 1 الى 200 وظبطنا حجم الايه حجم الكتابه. طبعا ممكن نظبط بقى البوكس نلف على الكتابات نظبط ايه نظبط حجمها. طيب يعني الجدير بالذكر هنا نعمل ايه، شايفين هنا دي عايزه تقل شويه عشان خاطر ايه العرض والايه والطول، هعمل ايه سيكشن السيكشن هنا، اوكي هنا عايز اعدل فيها، بدل ما هي 30 اخليها 20، ودي خليها ايه 20 عشان تناسب الطول والعرض معاها، انتر، حذف الايه حذف الكروس سيكشن بروسبكتور، اروح على الاينمنت، الاينمنت ادي المثال اللي انا عامله، ادي السيكشن هنا السيكشن فيو ده اللي اتحذف، هقوله ديليت، ماشي، وهاجي هنا سيكشن كريت مالتيبل سيكشن، انا هرسمه الاول بطريقه الايه الدرافتنج عادي عشان بس نشوف شكلها، وبنفس الايه بنفس الاعدادات بتاعتنا اللي احنا عملناها، بس ايه قللنا الايه العرض شويه. ممكن بقى نقلل في العروض ونزود وننقص على حسب ايه، يعني ده المثال اللي احنا ايه اللي احنا عملناه، وكل واحد ليه اعدادات خاصه بيه. طيب هنا هبتدي اعمل انا ايه،
اعمل البلوت ستايل سيكشن، كريت مالتيبل سيكشن، بس المره دي هاخد ايه باعدادات الورق اللي انا عملتها الان. هضغط هنا واخد الامتداد بتاعي فين على الاف، دورات سبيكر كروس سيكشن، هنا ايه كروس سيكشن، ادي الايه التمبلت اللي انا عملته دلوقتي حالا A3 ماشي بالفريم اللي انا عايزه، هيجيني الوقت كده 1 إلى 200. اوكي طبعا كل الاعدادات زي ما عملناها، هنا اختار هنا الايه النشر جراوند على حسب اعدادات الايه البندات. طبعا مفترض احنا بنتكلم في كلام متقدم، بنشرح كلام متقدم، مفترض ان كل واحد عارف ازاي بيعمل سيكشن وازاي بيعمل البندات وكل حاجه بتكون ايه بتكون تمام. اللي بيوصل للمرحله دي يكون عارف ما قبلها. هنقول كورس سيكشن فيو، اضغط هنا. شوف يا اخوانا حط 2 في كل ايه في كل ورقه، حط سيكشن او سيكشنين، لو حط السيكشنين فوق بعض هتطلع ايه تطلع فوق منها. طيب انا لو قللت العرض وقللت الداتم هتيجي ايه ورقتين، ايه هتيجي 2 في كل ايه في كل ورقه على حسب الستايل اللي انت ايه اللي انت عامله. طيب انا ممكن ارجع اقلل من الايه من الارتفاع شويه، هرجع تاني. شايفين الارتفاع ده انا كنت واخده سكيل 1 إلى 2 عشان تظهر الايه عشان تظهر الطبقات. ممكن ارجع انا في الكلام ده عشان تجيلي 2 في كل ورقه، هاجي ايه هنا، لا احنا عايزين ستايل، اسف كليك يمين هقول له ستايل سيكشن فيو ستايل، واجي هنا عند الجراف انا كنت مد سكيل 2، هاخد السكيل اخليه 1 إلى 1، كان 2 إلى 1 دلوقتي هخليه 1 إلى 1، قل شويه. وممكن اقلل الايه اقلل الارتفاع، بدل ما هو 5 ممكن اخليه 3 على اساس ان انا اقدر ايه ادي جروب بيزك، واخلي بدل ما هو 5 5 اخليه 3 3، اقربهم من بعض عشان خاطر تشيل ورق سكشنين في الورق. او شايفين هنا ايه 3 3 ماشي. طيب بقى سكشنين فوق بعض ممكن هيجي في الايه في الورقه الايه في الورقه الواحده. اطبع تاني، ادي كريت سكشن وادي كريت ملتيبل سكشن. هنا لما اجي اضغط هنا للمره الثانيه هلاقي ايه اختارها اوريدي، لانه اختارها ما اختارها المره اللي فاتت لسه في الذاكره ايه في الذاكره عنده. اجي هنا عند البندات اظبط البند بتاعي، هنا النشر جراوند وهنا الفينش، في واحد يحط هنا الفينش وهنا النشر جراوند على حسب اعداداتك. ها كرييت كروس سكشن، يلا نشوف الكروس سكشن يبقى شكلها عامل ازاي. ده هنا خدت 3 وهنا خدت ايه وهنا خدت 2. عموما بقى يعني الشغل الباقي ممكن ايه ممكن نظبطه. طبعا الاي 3 خدت بنفس الايه نفس الموضوع، خدت 3، هو بيحسب تاخد قد ايه معاه، طبعا على حسب الارتفاعات بتختلف معاه. طيب ماشي، نعمل ايه تاني نعمل ايه تاني؟ عايز انشئ بقى الايه انشئ السكشنز، هروح جاي هنا عند اوتبوت واروح جاي هنا كرييت سكشن. هنا في عندي كام جروب، انا عندي جروبين مش كده، الجروب الاولاني اهو وده الايه وده الجروب الثاني اللي نفس الايه لنفس الطريق سيكشن، اسف هنا كرييت سيكشن شيت، ادي الطريق وانا هاخد الجروب الثاني تمام. وهنا لاي اوت نيم ممكن ايه نفس الايه نفس الاسم او سمي اللاي اوت زي ما انت عايز، انا سمي لا حد الاحسن نسميه اسم الطريق RD01. هاجي اقول له كرييت شيتس، يقول لي نحفظ، اقول له احفظ تمام. ايه الحكايه نشوف الحكايه يا اخوانا،
هنضغط على، والله يا اخوانا انا عملتها، عملت معايا مش عارف رفضت اول مره ليه. كرييت شيتس، كرييت شيتس، يقول لي هيحفظ يعني عشان اكمل، اقول له احفظ. اوكي هيعمل لكل ورقه احنا عملنا اعداداتها هيعمل لها ايه؟ لو ضغطنا هنا دبل كليك، ضغطنا على الزائد دي، ادي الورقه. لا عمل لي 8 ورقات اهو كلهم موجودين عندي هنا، مع كل ورقه نفس ممكن اقفل ديت. شايفين يا اخوانا انا ممكن طبعا ايه لو ضغطت هنا كليك يمين وبروبرتيز وجيت هنا قلت له ايه؟ قلت له نو يعني ما تقفلش يعني، ودبل كليك واشيلها كده، اعدلها تعديل بسيط. هنا اخد الورقه اللي قبل منها. طيب بالشكل ده ممكن ايه اطلعها لفوق شويه، بس لازم ايه افك الايه، افكها دبل كليك بره. طيب هنا بروبرتيز، هنا هنا خدت ثلاث سكاشن، هنا دبل كليك هنا واروح ايه الاول اقول له هنا نو دبل كليك جوه واعدل ايه وضعها، بس ايه شيء بسيط بسيط مش هياخد مننا ايه مش هياخد مننا وقت. يبقى كده قدرنا نعمل الورقه اللي احنا عايزينها بالفريم اللي احنا عايزينه بالسكيل اللي احنا عايزينه. طيب انا ممكن اقفل السكيل تاني مره، عايز اتاكد من السكيل، السكيل صحيح ولا مش صحيح، هي فعلا 1 ل 200 بعد ما اطبعها هتكون المقاسات 1 الى 200 ولا مش 1 الى ايه مش 1 الى 200. ادي ديت برضه الثانيه اهي من هنا، اقول له هنا يس. طيب اتاكد ازاي انها 1 الى 200؟ زي ما حسبنا اول مره، اول مره مش حسبنا كده. انا ممكن اخد اي مقاس، لو قلت له دي لينير انتر وخدت رسمت هنا، عملت دايمنشن، دايمنشن ده كام؟ ديت 40 متر. نفس الدايمنشن انا طبعا ايه دايس دبل كليك وقلت له ايه وقلت له اعمل لها بلوك عشان يحس ان ايه ما الزوم يكون مع اللي مع اللي اوت 40 متر. لو دوس دبل كليك بره يبقى انا كده على اللي اوت، يعني كده انا على على الموديل. المقاس ده انا جايبه من موديل كام 40 متر، ضغطت بره اهوت هجيب مقاس اللي اوت، يعني المقاس ده بعد ما ايه بعد ما نطبعه بعد ما ينطبع هيكون قد ايه؟ اهو دي لينير انتر، نفس المقاس هاخده اشوف هيجيب معايا كام. طيب هنا طلعت كام؟ طلعت 200. طيب ال 40 متر 200 يعني كام؟ احنا عندنا مقاس بالايه؟ مقاس الورقه بالملي، يعني المفترض ان انا اقسم ال 40 متر على ال 200. طب ال 200 دي كام؟ اي ادي ايه؟ ادي 200 ملي على 1000 مش كده؟ يبقى عندي ايه؟ 0.2 يعني 20 سم. يعني انا بعد ما اطبع الورقه A3 هاجي اقيس دي بالمسطره كده هلاقيها كام؟ هلاقيها 20 سم. طب دي في الموقع كام؟ هي في الموقع 40 متر. يبقى 40 متر على 20 سم يبقى السكيل كام؟ طيب نحسبها، ادي ايه؟ 40 متر على ال 20 سم تديني كام؟ يبقى السكيل فعلا 1 الى ايه؟ الى 200. وبكده قدرنا نطبع الكروس سيكشن بشكل كويس وشكل ممتاز. باقي بعض اعدادات الايه الكتابه دي تتاخد من دروس ايه من دروس اخرى ان شاء الله. وبكده نختم الدرس بتاعنا، وجزاكم الله خيرا ودعواتكم معنا يا اخوان.